ايش تختار؟ ما تفتح عيونك ابدا ولا ما تفتح فمك ابدا؟ والله سؤال مبروم ترى. لا بالله كله نبيه انت. خيرت ما ابدا كله اجبرت الان. ان السمع والبصر، شوف السمع قبل كل شيء. الكفيف يقدر يعيش حلو، اللي ما يفتح فمه ما راح يقدر يعيش. ليش؟ يصير طول حياتي فمي مقفل، لا انا بقدر اكل ولا اشرب وتموت ايوه وتنفس من جهه واحده بعد مشكله يعني. اكيد اهم شيء فمك شغال يعني. ايوه طبعا اذا قفلت فمي حموت. لا ما افتح فمي. متاكد؟ أيوة. والله هذه انا اشوف انه الصمت. الصمت اي الصمت وحكمه. ما افتح فمي ابد. ما افتح فمي ابد ابد مره. لا لا فمي فم. ايوه خليك صامت، اهم شيء تشوف. من جد هو اهم شيء تشوف. حدي نظر. ما افتح فمي ابد. اهم شيء اشوف. اشوف عشان النظر يعني اهم من الكلام. فمك ابو العين مره. لا العين صعبه. اهم شيء النظر. اي والله صعبه. ما افتح فمي ابدا. كيف تاكلي كيف تشربي؟ اموت بس اهم شيء اشوف. اهم شيء اني اشوف. ما ادري. كانت هيلين كيلر عمياء في حياتها وفقدت لاحقا السمع والنطق ايضا، وقالت في مذكراتها ان العمى يفصلك عن الاشياء، اما الصمم فانه يفصلك عن الناس. 59% من الناس اختارت فقدان النطق بدل من فقدان النظر. انت ايش تختار؟